الدولار أصبح عملة نادرة في سوريا، والحركة التجارية أصبحت منعدمة في معظم المحافظات. ما سر اختفاء الدولار؟ وكيف تتعامل السلطات السورية مع تلك الأزمة؟ ولماذا أصبحت سوريا تعتمد على الدولار بدلاً من الليرة؟ إليكم التفاصيل. تأثرت سوريا بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها لبنان نتيجة المواجهة المستمرة هناك، حيث باتت تداعيات هذه الأزمة تؤثر تدريجياً في قطاعات عديدة. سوريا تعتمد بشكل غير مباشر على الأسواق اللبنانية في الحصول على الدولار، الذي يعتبر بمثابة شريان أساسي لتمويل الاقتصاد السوري في ظل ظروف العقوبات والحصار. ومن هنا أصبحت صعوبة نقل الأموال وانقطاع مصادر القطاع الأجنبي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار المالي في سوريا. وفي السنوات الأخيرة تحول العمل عبر الإنترنت إلى مصدر رزق رئيسي لآلاف السوريين، وخاصة أولئك الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف ثابتة داخل البلاد، حيث تعتمد تلك الفئة على التحويلات الدولارية التي تصلهم عبر وسطاء محليين في دمشق ومحافظات أخرى. لكن مع اندلاع المواجهة في لبنان أصبحت هذه الحوالات تصل متأخرة وبكميات أقل من المعتاد. الوسطاء الذين كانوا يعملون في مجال تحويل الأموال واجهوا عقبات جديدة، حيث أصبح الحصول على الدولار صعباً للغاية بسبب التوترات في لبنان الذي كان يعد المصدر الأساسي للعملة الصعبة بالنسبة لهم. وتسببت هذه الأزمة في تعطيل عمليات التحويل وتأخير الحوالات، مما أجبر العديد من العاملين على اتخاذ إجراءات احترازية مثل البحث عن طرق بديلة أو تقليل نفقاتهم الشهرية في محاولة للتكيف مع هذا الوضع الطارئ. ومع تصاعد المخاوف الأمنية، خاصة نتيجة الاستهدافات المستمرة التي يشنها الكيان، تراجعت بعض الشركات عن توظيف المزيد من العمالة أو قلصت أنشطتها، كما أغلقت فروعها في عدة مدن سورية، مما أدى إلى خسارة شريحة كبيرة من العاملين لمصدر دخلهم بالدولار. كما أثرت تلك التغييرات على العديد من المؤسسات والمكاتب الإعلامية التي قللت من توظيف السوريين نتيجة تقليص الميزانيات والخوف من عمليات التصعيد في المنطقة، مما يشكل أزمة أخرى للعملة الأجنبية في سوريا. هذه الأزمة انعكست بشكل ملحوظ على الحركة التجارية في أسواق دمشق، وبحسب التجار تراجعت حركة الزبائن الذين يرغبون في صرف الدولار بنحو 70%، حيث أصبح السوريون أكثر تحفظاً في إنفاق أو صرف ما لديهم من دولارات خشية من تفاقم الأزمة. والتعاملات بين التجار أنفسهم انخفضت بشكل واضح، ما تسبب في تراجع كبير في الأنشطة التجارية. وأعاد التجار هذه الظاهرة إلى عاملين رئيسيين. الأول هو خوف الناس من تداعيات الأزمة، حيث بات المواطن السوري يدرك أن أي تدهور اقتصادي إضافي قد يؤثر سلباً على قدرته في الوصول للموارد الأساسية، ما دفعه إلى الاحتفاظ بالعملة الصعبة كنوع من الضمان المالي. العامل الثاني هو صعوبة نقل الأموال من لبنان إلى سوريا، حيث كانت تجري عمليات نقل العملة بشكل دوري، لكن القيود الأمنية التي فرضتها المواجهات حالت دون استمرارية هذا النشاط. ومع استمرار أزمة الدولار ارتفعت أسعاره في السوق السوداء السورية إلى مستويات تفوق السعر الرسمي، حيث يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 14,950 ليرة و 15,000، بينما تحاول بعض الجهات الرسمية تثبيت السعر عند 14,750 ليرة للدولار الواحد، عبر نشرات تصدرها بعض التطبيقات والتي أثارت شكوكاً حول مدى موثوقيتها ومصداقيتها. ويرى البعض أن النظام السوري يحاول من خلال هذه النشرات تخفيف حدة الأزمة، لكن الوضع الحالي يفرض تحديات أكبر على التجار والمواطنين في ظل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية. هذه الأزمة ربما تؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية على سوريا التي تعاني بالفعل من تحديات متعددة، حيث سيؤثر شح الدولار على حركة التجارة ويزيد من اعتماد الاقتصاد السوري على السوق السوداء،
ومع احتمال استمرار الأزمة اللبنانية لفترة طويلة، قد يضطر السوريون إلى تبني استراتيجيات جديدة، مثل البحث عن مصادر بديلة للقطع الأجنبي أو تقليل الاعتماد على الدولار، الأمر الذي قد يكون صعباً في ظل الوضع الحالي.